احنا بدأنا ان شاء الله بقى لنا ده تالت اسبوع لنا، استعداداتنا كويسه ان شاء الله، عاملين فتره اعداد بشكل كويس. يمكن النهارده كان عندنا تاني مباراه وديه، كنا جايبين فرقه طبعا، احنا مواليد 2005 فجايبين فرقه مواليد 2004 طبعا كبار شويه في الجسم واقوياء، بس الحمد لله الاولاد نفذوا وادوا بشكل كويس. المباراه الاولانيه كانت مع فرقه الشرق الاماراتي، كسبنا 7-2، والنهارده الحمد لله كسبنا 8-1 في مباراه وديه. جربنا الاولاد كلهم، عندنا اضافات كويسه، لعيبه جت جديده السنه دي كويسه، اضافه كويسه جدا للفرقه ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان هم يسمعوا الكلام الفتره الجايه ويحققوا بطوله للنادي الاهلي ان شاء الله من خلال التعليمات ومن خلال الشغل الكويس اللي محطوط ان شاء الله باذن الله. طبعا الجهاز كله جهاز محترم جدا على مستوى عالي من الفنيات، في التزام بشكل جيد جدا، التزام بالمواعيد. انت عارف طبعا كابتن فتحي مبروك وكابتن هشام حنفي وكابتن اكرامي ماشيين بتعليماتهم في حته الالتزام، والجهاز كله ملتزم بشكل كويس جدا. يمكن انا معايا كابتن معتز اينو، يعني ونعم الراجل المساعد اللي شغال كويس جدا، ملتزم، ده نجم كبير كمان واسم كبير ما شاء الله. فالولاد فرحانين كمان، ولاد صغيرين بيشوفوا معتز اينو معاهم فبيبقوا فرحانين جدا ان النجم لسه مبطل كوره وكويسه جدا جدا، فبيتعلموا منه حاجات كتير. وهو راجل مدرب على مستوى عالي جدا، وكابتن احمد ابراهيم مدرب حراس حاجه طبعا محترمه جدا، واشتغل انت عارف ان هو اشتغل في القطاع في معظم فرق القطاع في ال 97 و 98 و 99، مدرب على اعلى مستوى. معايا جهاز اداري كمان كابتن سيد عرفان ودكتور نحله، مش عايزه يعني ابخس حقه الراجل بصراحه، يعني وخاصه ان هي في فتره الاعداد الراجل موقف الناس على رجليها بشكل كويس جدا وعامل تمارين على اعلى مستوى. كابتن ناجح كل الناس، مش عايز انسى عم سعيد، الجهاز كله ما شاء الله بدايه موفقه ان شاء الله، وبيجتهدوا وبنعمل اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله. طبعا انا بشكر الكابتن فتحي، يمكن الولاد حافظين الشغل يعني مش تعبني لان هم شغالين معايا بقالهم فتره، فحافظين شغل كويس بفضل الله، بيشتغلوا في الملعب حافظين كل حاجه. يمكن انت كل سنه الامور بتتسهل عليك اكتر، ان هم بيتطوروا معاك وبيزيدوا معاك. وانا بشكر الكابتن فتحي وكابتن هشام على الثقه الكبيره دي ان شاء الله. اخر حاجه كان 11/10 ان شاء الله اول مباراه ان شاء الله، القرعه في شهر 9 كمان 10 ايام بالظبط، وان شاء الله بدايه المباراه الاولانيه ان شاء الله لما الجدول ينزل هيبقى 11/10 ان شاء الله. مشيئه الرحمن. الحمد لله احنا شغالين كويس، ويمكن ده ثالث اسبوع لينا، وزي ما انت شفت احنا بنتمرن وبنأدي بشكل كويس، وبدأنا الموسم من 3 أسابيع. وأنا السنة دي شغال مع كابتن أحمد سمير بيبو طبعا نجم النادي الأهلي، وراجل خبرة وبقاله مع الفرقة حوالي 3-4 سنين، فهو مش غريب عليهم. وأنا على المستوى الشخصي سعيد اللي أنا بشتغل معاه، هو أخ أكبر ليا وبتعلم منه طبعا، وراجل محترم جدا في شغله، ودايما بي 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 يعني عارف بيخلي الولاد تحفظ وبتأدي بشكل كويس، وهم بيحبوه كمان عشان هو اللي بربيهم. فإن شاء الله ربنا يكرمنا السنة دي ونعمل حاجة للنادي الأهلي والقطاع. وزي ما أنت شفت النهاردة كان عندنا مباراة ودية، وكل أسبوع بننهي يعني يوم الخميس بمباراة، والحمد لله الولاد بتبتدي تستوعب واحدة واحدة، لسه راجعين من راحة طبعا. فإحنا عاملين برنامج وكابتن أحمد عامل برنامج وبنمشي عليه، فبتمنى اللي يبقى موسم خير علينا ونحرز البطولة إن شاء الله، والناس كلها تتكلم على فريق 2005. الكلام اللي بيتقال الحمد لله كلام يسعدني، ودي بداية ليا في التدريب، والواحد أنا من جوايا طبعا زي ما عملت اسم في الكورة وحققت بطولات، أتمنى إن شاء الله اللي أنا في وقت سريع أكون مدرب كويس وأكون مسمع في مصر إن شاء الله من خلال النادي الأهلي طبعا. وعندي طموح اللي أنا أطلع فريق أول زي ما كل الناس بدأت، كابتن حسام كان تحت، كابتن محمد يوسف، كابتن علاء مايوب، كل الكوادر كانوا تحت، كابتن سامي قمصان، كل الناس دي، عادل مصطفى، فالناس دي كلها يعني أنا واخدها قدوة ليا، وبشتغل على نفسي وبطور من نفسي وبحاول أجيب تدريبات وغير الدورات، فيعني أنا واخد الموضوع بشكل جدي. إن شاء الله ربنا يكرم وأكون في أقرب وقت إن شاء الله فوق، وده هدف ليا. زي ما انت قلت انا السالفه كنت ماسك 2004 كبدايه ليا بعد ما بطلت على طول، وقدرت الحمد لله اخد البطوله، وبتبقى حاجه كويسه فاروق اللي انت اول ما بتمسك تاخد بطوله، فدي بتتكتب لك في السي في بتاعك، والقاب بتاخدها وانت مدرب زي ما خدته وانت لاعب. بتمنى السنه دي اللي ان شاء الله يبقى الموسم الثاني على التوالي اخد بطوله ان شاء الله مع 14 سنه. بص انا جديد عليهم، بقى لي معاهم 3 أسابيع بس، انا كنت ماسك 2004 السنه اللي فاتت، بس واحدة واحدة الواحد بيبتدي يدرس الموضوع معاهم، وخدت عليهم واحدة واحدة، قدرت أعرف المراكز، قدرت أعرف العناصر المميزة إيه في الفرقة، العناصر اللي عايزين نشتغل عليها. بس كلهم لعيبة مؤدبين ولعيبة كويسين وعندهم استيعاب بسرعة. أصعب حاجة لك لما بتشتغل مع حد برضو بيبقى يعني بيبقى الموضوع صعب شوية،
لكن هم لعيبه كويسه ويعني جيل يعني ان شاء الله يبقى خير للنادي الاهلي والفريق الاول. فالامور بتبتدي يعني عارف تتحفظ كده بيني وبينهم شويه شويه وربنا يكرم. احنا بنشتغل زي ما بقول لك وربنا يكرم ويكون الموسم كويس علينا ان شاء الله.